عماد علاء، عماد علاء، عماد علاء عايز يعمل البينيه، بينيه في اتجاه عمار شرف الدين، عمار بيعمل راسيه في اتجاه وجيه وده جوه الجول. يا رجب ده اسمه كلام، يقف عليها تاني رجب، عاوز يعمل عرضيه، عرضيه خطيره من عماد واسلام زكريا. يا اسلام يا اسلام يا اسلام يا اسلام. وفي تقفيل من فريق ترجي مطروح على حدود منطقه الجزاء، عماد علاء بيعلق كره لوجيه داخل منطقه الجزاء، وجيه عبد الرحيم بيعمل عرضيه مش ممكن يا وجيه، ارتد على طول لصالح مركز شبابكم حماده، هنشوف هجمه خطيره ولا ايه؟ دخل في الزحمه في وسط ثلاثه، الضغط والكتره تغلب الشجاعه مره ثانيه وتغلب المهاره. في نص الملعب عند احمد عوينات، احمد عوينات متقدم في نص ملعب دمنهور، انما على طول قاطع عماد علاء. تمريره ليه عماد علاء، محاولات من لاعيبه نادي دمنهور، كره في اتجاه عايز ياخد كره وبيعملها عرضيه داخل منطقه الجزاء، محمد نصر لعماد علاء وتسديده قويه من عماد علاء، انما كره في نص الملعب عند عماد علاء، تمريره مقطوعه عند هاشم علي، هاشم علي انما على طول عماد علاء بياخد الكره في نص الملعب، سعد السعيد في اتجاه محمود طاهر، محمود طاهر انما على طول عماد علاء قاطع والكره بتخرج تماس لصالح نادي دور التمهيد الرابع لمسابقه كاس مصر. عماد علاء قاطع كرته في نص الملعب، اسلام زكريا، اسلام زكريا على طول، عماد علاء، عماد علاء بيعمل كره طوليه داخل منطقه الجزاء راسيه كده لعمار شرف الدين، انما تسديده بعيده عن اسلام زكريا عند عماد علاء الى اقصى اليمين عند مع احداث الشوط الاول. كرة عند محمد نصر ناحية اليمين على طول، كرة طولية في نص الملعب، سعد ناصف مردودة من احمد ناصف عند عماد علاء، عماد علاء في نص ملعب دمنهور، عماد علاء عند محمد محمد بدر، عماد علاء، عماد علاء بيعلق كرة داخل منطقة الجزاء عند محمد نصر، محمد نصر ده مرة تانية استلام في استهتار، ترجع الكرة مرة تانية لصالح صالح دمنهور، عماد، عماد علاء يلعب الكرة هنا للاعب اسلام فتحي، يلعب الكرة الكريم على الأرض مرة تانية، هاني السيد، هاني يلعب لهشام فتح الله، الكرة مقطوعة مرة تانية، عماد علاء لثلاث سنين على التوالي عمرو عايد حكم اللقاء، وطبعا هنقول تشكيله الفريقين، وفاز سموحه على المحله في المحله 1-0، اضغ الكره هناك بجوار الرايه الركنيه من كره احمد، وبكر يلعب الكره مقطوعه على طول، عماد علاء والتاكلينج والروح، اضغ الكره مره ثانيه الشمال عند محمد رجب، رجب يدخل منطقه العمق، عماد علاء يغير اللعب هنا عند وليد الحصري، وليد خبط اللي في وليد الحصري بيفقد نص قيمته، وطبعا يسال عن هذا كورته، يلعب الكرة في اتجاه ريعه، ريعه عماد علاء مصري يلعب مع ريعه مقطوعة تنزل مرة تانية، محمد متولي ومحمد متولي في الوسط، أحمد حمزة ومحمد عبد الله، واحد يمين واحد شمال قدام وليد الحصري ومحمد رجب ريعه، على طول مرة تانية ترجع للاعب عماد علاء، عماد يلعب الكرة هناك في اتجاه الحصري، وليد محمد رجب يلعب الكرة على الأرض، عماد علاء، عماد علاء، عماد يلعب الكرة لأحمد حمزة، محمود انطلق عدى من ناحية اليمين عمل عرضية ولكن كرة قصيرة، اسلام كوكو مرة تانية، وجيه عبد الحكيم قتال وروح وإصرار، محمود عبد الحكيم وعماد علاء، شوف احداث اللقاء، وليد الحصري اللي بيقاتل على الكرة اللي فاتت، كرة مرة تانية عماد علاء يرجع بيها لأحمد Thank you.
Thank you.